اهلا وسهلا بحضراتكم مجددا. الحقيقه ما زالت انوار محمد صلاح تطل علينا. والحقيقه زي ما قلت لكم امبارح، انا يعني ايه، انتوا عارفين الوصيه النبويه العظيمه للنبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه بقى في هذه الليله المباركه صلى الله عليه وسلم، اللي هي استفتي قلبك. من اللحظات الاولى دارت حوالين محمد صلاح حكايات وقصص كتيرة جدا، منها قصص ان دي حكاية وهمية وان ليس لها حقيقة، وانه داعش اللي عملت الحكاية، او ان دي تمثيلية بين السيسي ونتنياهو، او ايا كان. لكن الحقيقة اللحظة الاولى الواحد استشعر لما تنظر في صورة محمد صلاح، ده زي ما قلت لكم امبارح، ربنا هو اللي خلى المسألة دي منسوبة اليه فقط، هو بس ربنا اللي يعملها. بس لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، مهما تصرف، موضوع الألفة والقبول ده مش بالفلوس أبدا. تعمل بقى عمليات تجميل، تعمل تجيب مدرسين متخصصين بتاع بروتوكول ويعلموك الكلام ويعلموك، ولا أي حاجة، تلاقي نفسك كده حاجة جامدة جدا وفي الآخر محدش قابلك. القبول ده بتاع ربنا، الألفة دي بتاعت ربنا. فأي حد بيبص لصورة محمد صلاح من الوهلة الأولى تجد فيها ألفة عجيبة، ربنا يرحمه يا رب ويغفر له. محمد زي ما هنستعرض دي علامات، بس احنا يعني انتوا عارفين دي قاعدة بالنسبة لي على المستوى الشخصي، ماليش دعوة بقى، مش هحجر على حد، بس قاعدة بالنسبة لي على المستوى الشخصي، احنا بس مجرد شهداء، وكذلك لتكونوا شهداء على الناس. فالواحد شهيد بس لكن لا يملك مفاتيح الجنة والنار، ده مش في الجنة وده في النار، لا ما لناش دعوة بالحكاية دي خالص، دي بتاعت ربنا وحده. لكن العلامات اللي احنا بنشوفها هي علامات القبول، زي ما هنستعرض النهاردة في كذا حتة في العالم. والحمد لله بقول لكم الدعوة اللي احنا اطلقناها امبارح بفضل الله بفكرة صلاة الغائب على محمد لاقت استجابة الحمد لله جيدة جدا جدا، ربنا يتقبل ان شاء الله ويجعل ذلك في موازين كل من ادى هذه الصلاة، ويجعل الدعاء اللي دعي لمحمد في ميزانه ان شاء الله. فبالتالي الحقيقة المشهد يقول لك انه لا، هناك يعني صورة وضع الله لها القبول في الارض. امبارح زي ما قلت لكم محمد اتدفن رحمة الله عليه، وأنا مش هتكلم على عملية الدفن. ولا هتكلم في بعض المعلومات اللي استطعنا الحصول عليها. عشان بس يعني لا نقلب الأوجاع على أهل محمد، ولا نضر الناس اللي يعني قالت لنا الحكاية، لكن هو بس جملة واحدة بس، أن المجرمين الصهاينة لم تسلم الجثة منهم. بغض النظر بقى عن شرح التفاصيل، بغض النظر عن الشرح في التفاصيل، لكن الجثة، جثة محمد، لم تسلم من عبس المجرمين الصهاينة. وانتوا عارفين انه ولا حاجه، الجثمان الجثه بالنسبه لنا عند المصريين ليها قدسيتها وكده، لكن احنا عارفين لما سيدنا عبد الله بن الزبير دخل رضي الله عنه، يعني دخل على السيده اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها امه يعني، وقال لها انا خايف يمثلوا بجثتي بعد ما يقتلوني. قالت وماذا يضر الشاتة، هل يضر الشاتة سلخها بعد ذبحها، بعد ما اتذبحت الشاة هتفرق معايا بتتسلخ؟ وقال الجثه ليها قصه خلاص. لكن انا بقول لك بس عشان تعرف ان المجرمين دول اللي احيانا بيلبسوا لك لباس الدين، ومن قتل ذميا ومن قتل معاهدا والكلام ده كله. فالجثه لا، الجثه لم تسلم من عبس المجرمين الصهاينة، وربنا يرحمه ويغفر له. امبارح زي ما قلت لكم العزاء تم. هو طبعا في حاجه بتحصل، في حاجه بتحصل كده. أنا كنت عملت فيديو وقلت إنه هذا النظام الحقيقة نظام رقيق في كل شيء، مش بالقاف، بالكاف، رقيق في التفكير، في التفكير، وما عندوش أي نوع من أنواع الإبداع، لأنه لو عنده إبداع كان سمح إدى كتف كده، إنه غصب عننا حصل تعاطف شعبي مع الولد وحصلت له جنازة ضخمة،
فيطلع يقول انه اهو شفتوا، شفت يا نتنياهو، شفتوا يا صهاينه، انا حاش عنكم البلاوي دي كلها. لكن هو لانه ما عندوش ابداع، ما عندوش سياسه، هو الراجل نفسه قال لك انا مش سياسي، مش بتاع سياسه يعني، وما عندوش اي حاجه خالص، فنفذ شروط الصهاينه زي ما هو. لكن بدا بقى في بعض الاجنحه بدات تدي مساحه شويه، اللي هو ايه، سيبوا الناس تبدي تعاطفها الشعبي. وبدا يطلع مثلا يتكلم شريف اسمه ايه ده، اللي ما بعرفش، شريف عامر، يتكلم مع مصطفى الفقي عن كده، احمد موسى مش عارف ايه، اللي هو ايه، سيب بقى الناس تتكلم عن محمد صلاح، سيبوا اهالي المنطقه يعلقوا صور. ما هو انا فاهم انه ما فيش حد هيعلق صوره محمد صلاح غير لما ياخد اذن، لانه مصر دلوقتي يعني لسه قبل ما ادخل الهوا، والله لسه قبل ما ادخل الهوا، ناس مبلغاني انه يعني ناس اتقبض عليها في اسكندريه، وهم بيفتشوا على التليفونات لقوا يعني حاجه تخص، يعني عاملين متابعه الفولو للصفحه ولا مش عارف ايه. فالناس اللي بتفتش الموبايلات دي وبتقبض على الناس مش هتسيب صوره محمد صلاح وهي موجوده. ففي روح كده اللي هو ايه، اسمح شويه لمحمد صلاح انه يعني نلعب بيه سياسه. طبعا عملوا له عزاء شديد المحدوديه، محدود جدا جدا، حاجه كده صغيره زي ما قلت لكم، ده شارع الهادي سلامه. انا قلت لكم امبارح ان انا عشت في عين شمس سنوات، واعتقد ان الشارع ده يعني قعدت على القهوه فيه اكيد، يعني انا قعدت في المنطقه دي في احمد عصمت وفي منشيه التحرير وفي شارع ادم، الحاجات دي كلها قعدت فيها فترات يعني، فلسه متذكر كل منطقه فيها. طبعا كانت اجمل سنين، انت عارف الواحد لسه بشباب ومخلص جامعه. فهو العزاء البسيط اللي بيتعمل في الحاره ده او في الشارع الصغير ده، كرسيين قدام الباب، لانه مساحه الشقق جوه دي بتاعت عين شمس والحتت دي المساحه بتبقى يعني 70 متر 80 متر، ما تستحملش الصاله تاخد اكتر من 10 تنفار، فنحط ايه كام كرسي زي ما انتم شايفين كده قدام البتاع وخلاص. لانه بالامس المعلومات اللي نشرها اعتقد موقع ما تصدقش، اعتقد يعني نشروا انه كانوا الناس رايحين يجيبوا صوان ويعملوا عزاء زي اي حد بيموت في مصر. الامن قال لك شيل الصوان ده مفيش عزاء، والمنطقه كلها مترشقه بوليس ومخبرين. ليه يا جماعه؟ اصله خايفين، ده نظام مستقر وبيقول لك ان انا الحمد لله نظام يعني امن ومستقر وراسخ، خايف انه في حد يجي خمسه سته فيعملوا تجمهر قدام بيت محمد صلاح فيهتفوا، فتبدا كل اللي بيفكر فيه الامن الوطني المصري العظيم ده اللي هو دوره بس الحفاظ على كرسي السيسي مش اكتر، ان شاء الله البلد دي تولع، هو منع تكون كره الجليد. ممكن تكون كره الجليد، ممكن تلاقي مثلا 50 و60 واحد راح عند بيت محمد صلاح، هوب المظاهره تبدا من هنا تفلت من ايدينا. فعملوا القعده قدام بيت محمد صلاح ورشمقوا الدنيا، دشمقوا الدنيا مخبرين، والشرطه منعت انها تعمل صوان عزا ولا تعليق. طب يا جماعه ده بطل شهيد، انتوا اللي بتقولوا كده، انتوا اللي بتقولوا انه كان بيطارد تجار المخدرات وده قدم روحه فداء الوطن، طب اتعاملوا معاه على انه بطل شهيد بقى. لا، محمود اخو محمد نشر واجب العزاء، يعني شكر الله سعيكم جميعا ولا اراكم الله مكروها في عزيز لكم، تم دفن جثمان الشهيد البطل محمد صلاح في مسقط راسه اللي هي قريه كفر العمار في الاليوبيه، والجنازه كانت مختصره على اهله والمقربين من الشهيد، وتنفيذا لوصيه الشهيد الا يقام له عزاء، وشكر الله سعيكم جميعا. طبعا بغض النظر عن موضوع الوصيه ده، لكن ماشي يعني هنعتبر ان دي وصيه لمحمد انه ما يتعملوش عزاء، معلش زي بعض هنعتبرها وصيه، هو يعني مخرج جيد للموضوع. ما تعملوش وصيه، ما تعملوش جنازه، يعني هو محمد ممكن يوصي انما ما تعمليش عزاء، ممكن ربنا يرحمه ويتقبل منه، لكن قال ما تعمليش جنازه. فانتوا عارفين الحكايه طبعا، الراجل كان لسه طالع من امن الدوله، يعني اخوه محمود ده لسه طلعوه من امن الدوله على الجنازه. فيعني يجب ان تقدر اللي الناس محطوطه فيه، اللي هو ما يبقاش موت وخراب ديار، يعني في واحد مات ما يبقوش التاني يعني يجرى له حاجه، زي ما حصل مع عويس الراوي كده، الله يرحمه عويس الراوي ابوه كان قاعد يعيط عليه، خدوا ابنه التاني قالوا له ها تخسر ولادك الاثنين ولا نطلع لك واحد وتسكت. شوفوا بس اهالي منطقه عين شمس علقوا الصور ده، طبعا دي حاجات رائعه جدا زي ما قلت لكم، دي طبعا ما ينفعش تتعمل غير لما يتاخد اذن.
ينفعش طبعا الناس تيجي في الحاجات دي، يعني ما امن الدوله ما بيهزرش في الحاجات دي. فده يعني اللي هو ايه، يسمح شويه بالتنفيس. لكن هنا محمد صلاح بيتحول لبطل. وخلي بالكم انت ما بتعرفش الايقونات بتيجي ازاي. احنا امبارح كان ذكرى مقتل خالد سعيد اللي هو كان ايقونة ثورة يناير. فانت في ايقونة بتتكون دلوقتي، يعني شئت ام ابيت بقى تقعد انت بقى تقول ان النظام هو اللي بيعملها، انه ايا كانت القصة، لكن هناك ايقونة وطنية بتتكون لدى الشباب، وفي نموذج غير نموذج حمو بيكا، وغير نموذج العيال التانية اللي انا مش عارف اسميها، ده انا اعرف حمو بيكا عشان اسمه عجيب يعني. في نموذج بيتكون عند الشباب، نموذج قدوة عند الشباب غير النماذج المسخ اللي حاولوا يصدروها لنا الفترة اللي فاتت دي. فالحقيقة انه اللي عمله محمد زي ما اقول لكم ليس بالامر الهين تماما تماما، ويجب انك تنظر الى الامر بهذه النظارة، نظارة ان اللي عمله محمد ده اقرب الى الزلزال السياسي. كنس 10 سنين من محاولة تغيير عقيدة الناس والجيش، كنس محاولة تهييف المجتمع وان المجتمع يبقى لقيط ورقيع وبدون اي قيمة، كنس كل الحاجات دي كلها. واصبح الان محمد هو ايقونة لمصر داخل مصر وخارجها. هذا الشاب البسيط ذو التعليم المتواضع، ده ساقط اعدادية تقريبا، عشان بس انت زي ما قلت لك في حلقة امبارح تحاسب نفسك انت عملت ايه وانت ممكن تعمل ايه. محمد الله يرحمه وينزله منازل الشهداء يا رب، لو فكر بطريقتي وطريقتك انا لوحدي هعمل ايه يعني، لم يكن ليحدث هذا الزلزال الذي زلزل اسرائيل وزلزل عرش نتنياهو وزلزل عرش السيسي وعمل كل هذه الـ يعني الانقلابات داخل المجتمع المصري، وضيع مليارات الجنيهات التي انفقت لتغييب وعي الشارع المصري. فعل رجل واحد. احد المطاعم المصريه بيقدم مشروبات عليها اسم او حاجات عليها اسم محمد صلاح، نشوف الفيديو. هنحتفل بالشهيد الحي محمد صلاح ابراهيم السيد ابن عين شمس، مواليد 2001، البطل الشهيد الحي الله يرحمه ويجعل مثواه الجنه يا رب. محمد شاب غيور على دينه وعلى بلده وعلى عرضه، ما شاء الله ولا قوه الا بالله، ان شاء الله في الفردوس الاعلى باذن الله. الهدف النهارده ان احنا بنعمل البث المباشر، بنقول اي طفل من سن 3 سنين لغايه 10 سنين يجي اهله، والدته، والده، اخوه، يعرفوا قصة محمد، ومحمد عمل ايه في سينا، ومحمد موت كام صهيوني، كام كلب من الاسرائيليين. يجي يحكي لنا القصة وهياخد الكرة بتاعته وهو واقف. التعليم في الصغر كالنكش على الحجر. زي ما قلت لكم في ايقونة، صورة محمد في المطاعم، صورة محمد على البيوت، صورة محمد في هتلاقيها. فاكرين كنت انا سمعت كان في مسلسل اسمه جعفر العمدة، انتوا عارفين الحمد لله ما بطل يعني ربنا عافيني من موضوع المسلسلات في رمضان وكده، بس عرفت انه انطبعوا صورة جعفر العمدة ده على التيشيرتات. احنا لو في مصر الان دولة فيها بثلاثة تعريفة حرية، كنت هتلاقي محمد هو ايقونة التيشيرتات والبروفايلز بتاع التويتر وبتاع الموبايل وكل شيء. لكن للاسف لانه الحكاية ممسوكة فالناس بتخاف. احدى السيدات الفضليات عملت عمرة لمحمد النهارده تاني، كان في عمره امبارح، في عمره تاني حصلت لمحمد النهارده، ده العمرات المعلنه غير التي لم يعلن اصحابها عنها. ربنا يتقبل منهم ويتقبل ويجعله في ميزانك يا محمد. نشوف. عمره على روح الشهيد المصري جندي مجند، فتقبلها مني يا رب. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لبيك. ربنا يتقبل منك ويجعله في ميزان محمد. زي ما قلت لكم انه هذه ما يصل الينا، هناك اشياء لا تصل الينا
ولكنها تفعل. هذا القبول الذي وضعه الله في الأرض لمحمد، يعني معلش اسمح لي، يعني اسمح لي اختلف معاك. يعني اي حد تعرفين في ناس كده عندها ديدم اللي هو خالف تعرف، تعرفين علمونا دايما المثل ده من زمان. في ناس بتبقى مجانين بالموضوع ده، الناس كلها ماشية كده، طب انا لو مشيت معاهم مش هبان، فانت تمشي كده. فده طبعا كل واحد بيبقى يعني حر في المسألة. من ضمن ايضا الاشياء التي تدل على هذا القبول الذي وضع في الارض، وضع في الارض اليوم نخلة في المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، زرعت نخلة صدقة جارية عن محمد. هنيئا لك يا محمد. هل الفيديو معانا نشوفه كده؟ يعني دي صورة اهي. مفيش الكتابة هتبان، حتى مش هتبان معانا الكتابة. دي اهي، قرب عليها كده. صدقة جارية عن الشهيد محمد صلاح ابراهيم، ورثت نخلة في ارض طيبة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدقة جارية. وما شاء الله نخلة، دي نخلة طرحة يعني السنة دي هياكلوا بلح منها، يعني صدقة جارية على روح محمد. ده بقول لكم، ده كله دي علامات ان شاء الله. احنا لا نزكي احدا على الله، نحسبه كذلك ولا نزكي، لكن هذه علامات من علامات القبول الموضوع فيه. كذلك احدى المؤسسات الخيرية في افريقيا، شوفوا انت بتتخيل بتتنطط من مكة للمدينة لفلسطين لافريقيا، وهذا ما استطاع زملائنا في فريق الاعداد جزاهم الله خيرا انهم يجمعوه. هتلاقي في حاجات كتيرة جدا بتتعمل في اوروبا وفي الامريكتين. لا يا جماعة، زي ما بقول لكم، هذا ما فعله فعل رجل واحد في ملايين البشر. هات بقى مليون واحد زي كده قاعدين قدام الكاميرات توك شو يقولك ليه النهار. لا تأثير تقريبا، تأثير المعركة الوعي بس، لكن في الفعل اهو فعل واحد خلص الدنيا كلها. نشوف دعاء في مؤسسات خيرية في أفريقيا لمحمد صلاح. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مؤسسة ذات أفريقيا ذبح خروف صدقة عن الشهيد محمد صلاح. أسأل الله رب العرش العظيم أن يتقبل يا رب العالمين. اللهم تقبل يا رب العالمين. اللهم ارحمه برحمتك الواسعة، وادخله فسيح جناتك، وارزقه الفردوس الأعلى، واطعمه من طعام أهل الجنة، واسقيه من حوض الكوثر ومن يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجعلها أرض جديدة تشهد لنا ولهم يوم القيامة، وتقبل صدقاتهم وإحسانهم، وتقبلوا من الشهداء يا رب العالمين.